بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزملاء الاولين، نرحب بكم في فيديو جديدة ان شاء الله. انا اليوم ان شاء الله راح نتقاسم معكم واحد يعني لا روبريك اللي فتحناها جديدة كما شفتوا مؤخرا في القناة، اللي هي لي ماتيرنيل افيك ميليسا كاهنة، ولا لا ماتيرنيل الامومة والطفولة مع ميليسا كاهنة ايلين. حنحاول انه نتقاسم معكم دي مومون ولا افكار ولا يعني ان كوتيديان اللي حينفع بزاف الاخوات اللي راهم يعني يربيو معنا، ولا حتى لي فيتور مامون اللي راهم يستناو ان بيبي ان شاء الله. واش نقول لكم البنات، هنا في العشيه جي ديسيدي بون لا ديسيدي باش نخرجوا بو فير دي زاشا، وعلى بالكم كي يكون عندكم ام بي بي يعني ما تقدروش تخرجوا في نيمبورت كال مومون، تخرجوا دائما يا اما الصباح بكري يا اما العشيه بعد وقت العصر. السخانه راهي بزاف والهوميديتي، يعني حتى البيبي لازم تكونوا تعرفوا انه حتى هو يتقلق ويحس كيما نتوما تحسوا. اي سي بور سا كي كومونس ا بلوري، يبداو يبكي وحنا نقولوا علاش راهم مقلقين. دونك كيما تحسوا نتوما، يعني هذه نصيحه تاع الطبيب، كيما تحسي انت لا ماما ولا لو بابا كيما يحس البيبي تاعكم. برك هو il s'exprime بالبكا، هذا ما كان. دونك كما قلت لكم توجهنا العشيه للسنتر كوميرسيال ارديس، وين كاين فتح كيابي لي فريمون يفيد يعني دي سولد هايلين. وكيابي معروف انه عنده اون تري بيل مارشانديز، دي ارتيكل يعني دو كاليتي فريمون هايله، سورتو ارتيكل بيبي. ارتيكل بيبي يعني ننصح الامهات ولا لي فيتور مامون اللي راهم يعني متواجدين قراب الكيابي هنا في الجي، يروحوا يضربوا دوره. صدقوني عندهم دي شوز مانيفيك، سورتو قلت لكم بوغ لي بيبي ولا يعني انفون دو جون اج، كاليتي كوتون 100% حاجه فريمون هايله. اي وحاجه لي يعني عجبتني بزاف سي لو بري، يعني لو بري نقدر نقول لكم خير من برا. تصوروا يعني فريمون يفو با انسان يعني يحكم هكاك، لازم يروح ويشوف. وهذه هي ان شاء الله رايحين تروحوا ويعجبكم ان شاء الله. هنا البنات لما وليت كان واش نقول لكم، هذاك النهار كان سخون بزاف وحبيت يعني نتقاسم معكم هذه الفكره. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. واش نقول لكم، الحيوان راهو مسكين مضرور بزاف هاد السخانه. نعطيكم هذه الفكره يعني لعل يعني نذكركم، ما نقولكمش ما تعرفوهاش، اكيد تعرفوها. انا دائما نحب نعمر هكا طاس فيه الماء ونحاول اني نبدلو بزاف لانه يسخن تمتم، نحاول نبدلو يعني تكرارا ونحطو هكا في البالكون. زواوش الحمام لي بيجون ساكن راهم يعطشو، فارحموهم ان شاء الله عندكم اجر في الحيوان. الوغ البنات هنا قلت بارطاجي معكم هاد لو مومون اللي حنطبق فيه الحوايج اللي ما وليتش نستعملهم بور لو مومون، الوغ باش يعني نخلي لي سباس فارغ في الخزانه تاع ايلين. دونك كاين دي غونيير اللي يعني صغار عليها، وكاين حوايج هكذا يعني خلاص تاعنا صغار عليها ولاو يجوهم ضيقين ما تلبسوهمش. نوصيكم تاعنا لي بيبي ما يحبوش الحاجه الضيقه سورتو مع السخانه. الوغ كاين حوايج كيما قلت لكم صغار راح نحيهم نخبيهم، وكاين حوايج اللي حنعاود نرجعهم. المهم اني نفرز الخزانه. شوفوا معايا هاد لاتوني، هادي من عمر ميليسا، هادي تربيت بها ميليسا وتربيت بها كاهنه وزاد لبستها ايلين. يكون باغازاغ كم هما في ثلاثه زادوا في الربيع، دونك هاد لاتوني تجيهم هايله يلبسوها مع الدخله تاع الصيف. فوالا وهذا فوالا هذا تنستنجيلي تاعنا تاع ميليسا كي كانت صغيره، نزيدو لها يعني كيما نخرجوا هكا في العشيه ويبرد الحال ولا نزيد لها هاد لوجيلي، يعني جاي كوتون 100%. دونك هذا حنخبيه نرجعو للخزانه ما نخبيهش. فوالا هادو ما سي دي غونيير تاعنا، لا كاليتي تاعهم كيما راكم تشوفوا كوتون يعني رقيق، فنخليهم
اون سي جامي برد الحال. وانا حبيت نتقاسم معكم هذه الفكره، يعني نحب ندير هكذا في هاد لي باني اللي متباعون، نحط فيهم لي سيرفيات، يعني الحوايج الصغار كامل، القاق، لي تريكو بو لي سيرفيات، هادو لي سيرفيات اللي نستعملوهم لي بيبي على بالكم يبداو، يعني كيبداو يريكو تو سا، دونك باش يجوني ساهلين على بالكم نكونو مشغولين ولا ما نقدروش نحوسو. اذا عندكم تيغوار تخبو فيهم، والا ديرو هكا ان تي باني وخبو فيهم. وبعد ما طبقت الحوايج وخبيت يعني لا بلوبار تاعهم لانهم صغار عليهم، صغار عليها، هاوليك شوفوا الخزانه كيفاش جات فارغه. هاد لو كوتي درت فيه لي دغا اي لي سيرفيت تاع لا دوش، فوالا لي دغا تاعها بيان سور ما عندهاش بزاف. والباني هذاك يعني باش نقص على الخزانه تاعها، كيما قلت لكم لي سيرفيت لي تريكو بو حطيتهم في لي بودي، اون فادير لي بودي لي تغلقو حطيتهم في الباني. بهذه الطريقه الخزانه تاعكم شوفوا كيفاش تجي مفروزه وتجي واسعه. بريمييرمون لاني نقصت الحوايج اللي صغاروا عليها، لازم يعني دايما تفيريفي الحوايج اللي صغاروا باش نحوهم. ودوزيامون درت لو باني هذاك اللي عاوني. الو البنات اللي سقساوني وقالوا لي واش يعني راكي تلبسي الايدين في هاد السخانه، انا نلبس لهم جوست هاد لي بودي، نلبس لها جوست هاد لي بودي اللي شريتهم تانا من كيابي كما قلت لكم. وهانيك يعني قبل ما نخبيهم حبيت نبارطاجيهم معكم باش تشوفوهم على بالي بلي حيعجبوكم ورايحين تشروهم. شوفوا لا كاليتي، يعني حاجه 100% كوتون كما قلت لكم، وما يتشردقوش لما نغسلوهم. انا يعني نغسلهم جوج كمان نغسلهم بيدي، ولعبلكم حاجه كي تغسل باليد يعني مع العصير تو تنحل كي تكون القماش تاعها ماشي مليح، لكن هادي شوفوا هنا يكتبوا لكم كي تروحوا تشرو تلقاو لو بوا تاع البيبي، يعني حتشرو لو بول ولا لو بودي لو بوا تاع البيبي تاعكم و ابوبري باللاج تاعهم. فريمون عجبوني هادو، سي دي باكي راهم يتباعو تما. شوفوا ان باكي فيه 5 بودي، 5، ولو بري تاعهم يعني فريمون هبلني، فلو بري تاعهم هايل، غير ب 1200 دينار، يعني 120000 في 5 حيخرجوا لكم 250 دينار لا بيس، دونك 25000 لو بودي دون مارك، يعني باغي فريمون خير ما تروحوا تشرو تاع لاشين اللي يعني فريمون تشروهم لنا ترموهم لنا. شوفوا لا كاليتي تاعهم، صدقوني انا كانوا عندها من قبل هكذا، يعني هي وخوتها يلبسوهم حتى ني صغاروا عليهم، جامي تقطعوا جامي تشردقوا، حاجه من اروع ما يكون. صافي بليزير دو تروفي هاد لا كاليتي في كما قلت لكم كيابي في ارتيس. نتمنى ان شاء الله انكم تروحوا وتشروهم، وكما شفتوا حتى لو بري تاعهم هايل في متناول الجميع، يعني كي تشرو ان باكي فيه 5 ولا دو باكي فيه 10 هادو يكفوكم، ومع هاد السخانه هادو يكفو البيبي تاعكم باش تلبسولهم. اذا كان الحال بارد في الدار وشاعلين لا كليم سا دي بوين في لا شامبر ولا زيدوا عليهم كاش حاجه، يعني نتوما تعرفوا ويعني تقدروا تحسوا كما قلت لكم. لو بيبي ما لازمش تكثروا عليه السخانه، ما تكثروش عليه البرد. عاودك لو بري 1200 دينار، 120000 هذا ما كان في 5 100% كوتون. البنات ننصحكم تشروهم خير ما تشرو يعني حاجه دون موفيز كاليتي، ويعني انا ننصحكم تشروهم لانهم فريمون هايلين. هذا واش يقدروا يلبسوه هاكو، تشوفوا في الفوتو هذه لو بيبي في السخانه يلبس ان بودي دومي مانش كيما هكا افيك لا كوش، سي اسي سوفيزون. نتمنى ان شاء الله انو لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، تكون جاوبت فيها على خواتاتي اللي راهم يستناو هاد لو بارتاج. نتمنى ان شاء الله اذا حبيتو في تعليقاتكم تقولوا لي اسكو نزيدو نكملو في سو جور دو فيديو. تهلاو في روحتكم في وليداتكم، وسلام سلام.